رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من أهم الإجراءات التي جاء بها مخطط عمل الحكومة بهدف رفع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل الضعيف والحفاظ على التوجه الاجتماعي للدولة. ترتكز السياسة الاجتماعية على 6 محاور، ومنها رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون SNMG، التكفل بالفئات الهشة من السكان لا سيما منهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنون. أعضاء مجلس الأمة يرحبون برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي لطالما كان مطلب الفئات الهشة، لكن يدعون في نفس الوقت لإيجاد مصادر دخل جديدة لتحقيق التوازنات المالية للبلاد. أجر قاعدي في الجزائر ماهوش لبي، نقولها صراحة ماهوش لبي أدنى شروط الحياة الكريمة المواطن الجزائري. ماذا بينا احنا تكون استراتيجية في رفع الأجور مع أخذ الاعتبار كل الاقتطاعات المالية. يمكن كاين صناديق أخرى اللي حتكون في تمويل هذا الجانب في رفع الأجور. هذه الدفع رفع الأجر القاعدي الشهري، نظن السيد رئيس الجمهورية كان قطع على كان عاهد نفسه وعاهد الشعب الجزائري في حملته الانتخابية أنه فعلا يقوم بهذا الالتزام، ونظن فكر مليح، وحسب معرفتي الخاصة أنه هناك طريقة لاسترجاع الأموال الملهوبة أصلا أولا، ثم ثانيا نظن غادي يكون صرح كبير للاستثمار. رغم الورشات الاقتصادية التي جاء بها مخطط عمل الحكومة والتي تستدعي مصادر مالية هامة، إلا أن التوجه نحو رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون يعكس الطابع الاجتماعي لمخطط عمل الحكومة.